نبقى مهتمين جدا ان احنا في 10 الصبح في الاهلي كمان نظهر النشاطات المختلفه اللي بتتم في النادي الاهلي والفعاليات وغيره. هنتكلم النهارده عن اداره المكتبات واكاديميه الباليه بالنادي الاهلي وحفلات الكورال كمان بالنادي اللي بنشوفها واللي بيطلع منها كمان مواهب كتيره جدا اهلاويه جميله، ممكن بعد كده في المستقبل يبقوا بجد نجوم كبار جدا ويرفعوا اسم مصر في اي محفل دولي. انا مش بتكلم كده ببالغ، لا دي حقيقه وحصلت قبل كده. خلينا على كل حال نرحب بالاستاذه ولاء عبد الرازق مدير إدارة المكتبات وأكاديمية الباليه بالنادي الأهلي. يا صباح الخير، أهلا بيكي. منورانا يا فندم، أهلا بيكي. وعاملين بسم الله ما شاء الله، يعني شوية الدردشة اللي دردشناها في الفاصل، لا بسم الله ما شاء الله، وأكيد هنعرف بقى الناس تفاصيل كتير، بس ما تيجي نبتدي بالحفل الختام السنوي لأكاديمية الباليه اللي تم يعني تنظيمه في دار الأوبرا المصرية والنجاح الكبير اللي حققه أكيد مش من فراغ، فعايزين نعرف من حضرتك كواليس هذه الفعاليه كانت عامله ازاي؟ هو الحفله دي كان مقرر ان هي تتعمل قبل الكورونا والاعصار، فكانت اصعب حفله قابلناها بصراحه، لان احنا كنا مجهزين لها واتلغت قبلها باسبوعين نتيجه الظروف اللي مرت بيها البلد، واحنا كنا خلاص يعني محددين انها هتتعمل في مكان ما في مسرح اخر يعني، بس ما وفقناش وقتها، وبعدين رجعنا استأنفنا النشاط لما الدنيا فتحت تاني، والحمد لله عملنا حاجة سمعت قدام الدنيا كلها، اللهم لك الحمد. ويعني كل حفلة احنا بنختلف فيها عن اللي قبلها، الحفلة دي كانت تجهيزاتها صعبة جدا جدا جدا، أهالي كتير كانت خايفة، الإجراءات الاحترازية اللي كنا بناخدها كانت صعبة علينا وصعبة على البنات، ومخرجين العرض لقوا صعوبة كبيرة جدا جدا، لأنه ما شاء الله العدد كمان كبير، احنا كان معنا 250 بنت، العدد الأساسي كان 320، اعتذر منهم 70، خافوا بقى الأهالي خايفة من الكورونا وكده، ففضل معنا 250 بنت، كانوا ملتزمين جدا مع مخرجين العرض ومع المدربين، وبالفعل يعني هم والاهالي التزموا معانا وعملنا عرض كسر الدنيا الحمد لله. حلو قوي. مع العروض اللي بتكسر الدنيا زي ما بتقولي، انا زي ما ذكرت بيبقى في كوادر، يعني في الحفله الاخيره كان في طفله اسمها كارما كمان، مفروض يعني دي كورال بقى، انا بتكلم على الكورال، موهبة كبيرة برضو تم اكتشافها، فإزاي بتقدروا ان انتوا برضو من خلال يعني الشباب الصغير اللي بيشارك ان انتوا تشوفوا حد لا دي ممكن تبقى نجمة، دي ممكن تبقى فعلا ليها مستقبل كبير؟ احنا عندنا الأنشطة متنوعة في إدارة المكتبات، من ضمنها نشاط الكورال، احنا بنعمل إعلان بنقول فيه اي حد عنده الموهبة يجي يختبر ونشوف نتيجة الاختبار ده ايه، وبالفعل البنت جت هي وباباها، يعني ما جاتش لوحدها، يعني كان باباها معاها، وكان برضو ليه أغنية في الحفلة الأخيرة دي، بس هما الاثنين منفصلين ما كانوش مع بعض، وكانت كارما بالنسبة لنا القنبلة، ومعاها ولد تاني كبير برضو كان اسمه علي، كل الحضور شبهه بحسين الجسمي. يعني من كتر ما أدائه كان رائع، من كتر ما صوته كان حلو، والحمد لله أستاذة بسام شوقي هي القائمة على الكورال ده، فكانت برضو عملت مجهود كبير جدا جدا بانها عملت لهم اختبارات لكل الناس اللي كانت بتيجي تقدم، واخترنا المتميزين طبعا منهم وتم تدريبهم، واللي موهبتهم نص نص تم برضو تدريبهم. هو مين بيدربهم بقى؟ ناس متخصصين؟ ميوزيشنز. النادي الاهلي ما بيعملش اي حاجه الا بناس متخصصه، يعني لما بيدخل في حاجه او في نشاط لازم تكون الكوادر القايمه عليه كوادر متخصصه. كويس، دي نقطه مهمه جدا برضو، يعني بحكم ان حضرتك مدير اداره المكتبات انا عايز اطمن بقى على تفصيلها، لان للاسف الشديد من ضمن المظاهر المؤسفه اللي استجدت علينا في الزمن ده، مع ان المفروض ان في الزمن ده نسبه القراءه تزيد، لان بقى فيه سهوله ويسر ملحوظين في ان انت حتى اونلاين تقدري تقري اللي انت حباه، ولكن للاسف الشديد انا شخصيا ملاحظ ان في تراجع كبير جدا في مساله الاقبال على القراءه، والكلام ده ليه انعكاسات كتير على فكره، يعني فانت شايفه ايه بقى في الحتة؟ احنا لما لقينا اطفال النادي وشباب النادي والكبار اللي فيهم بيبعدوا عن المكتبات، بدانا نفعل كل انشطه وزاره الثقافه جوه الاداره، بمعنى انه نربط ابناء النادي كلهم بالنادي وباداره المكتبات بانشطه جديده زي الارت، الميوزك، الباليه، الكورسات انجلش يجوا ياخدوها في المكتبه،
في اي فرع هم اقرب ليهم، كورسات اتيكيت، كورسات روبوتكس، يعني كل حاجه الاب والام بيدوروا عليها بره موجوده في مكتبات النادي الاهلي باسعار رمزيه، لان النادي قطاع خدمي. الحاجه لو بتتقدم بره بثلاث اضعاف النادي بيقدمها بكلام فاضي، حاجه لا تذكر يعني، لانه قطاع خدمي ودايما بيدور ان هو ما يثقلش على اعضائه، يعني دايما يديهم الخدمه بدون اي عبء مادي. فاحنا الحمد لله حاولنا نعوض التراجع ده بان احنا نربطهم بينا بحاجات تانية. يعني حفله الباليه العدد ما شاء الله، احنا عندنا في اكاديميه الباليه مثلا بدانا بتسع بنات، التسع بنات تطوروا لحد 500. ياه، من 9 500. حلو جدا. وعمار طبعا مختلفة. عمار مختلفة طبعا. ومن احنا شايفينه ما هو احنا بنتكلم مع حضرتك، يعني شكلهم جميل بصراحة. بنات النادي الاهلي. بنات النادي الاهلي. واخرج العرض الرائع ده اساتذة كانوا قائمين على العرض وقائمين على تأسيس الاكاديمية فنيا، استاذة سماح عباس، دكتورة سالي عباس، استاذة ساندي عباس. وبصراحة يعني خلونا استمتعنا من أول دقيقة لآخر دقيقة، ما كناش عايزين العرض يخلص. الحقيقة النادي الأهلي مش سايب حاجة، يعني غير لما بيدخل فيها وبيدخل باحترافية كبيرة جدا. وكلها أمور من شأنها تشكل يعني الشخصية بتاعت كل الأعضاء من على اختلاف أعمارهم، وبالذات الحاجات اللي هي ليها علاقة بالأطفال دي في منتهى الأهمية الحقيقة. أيوة دي حقيقة. إحنا عندنا أعمارنا في الباليه مثلا بتبدأ من 5 سنين ونص الى ما لا نهايه. يعني لو جالنا واحده عندها 40 سنه عايز تدخل الباليه بتدخل وبتبقى بروفيشنال زي اي حد بيتعلم من زمان. ليه؟ لانه بنشتغل عليهم طول الوقت باسم النادي الاهلي، والناس القائمين عليها فنيا برضو بيشتغلوا على اسمهم، فما بيطلعوش حاجه خالص. الحلو كمان في الموضوع استاذه ولاء ان يعني مجلس الاداره بيكون دايما حريص ان هو يدعم، وكمان في الاحتفاليه الاخيره زي ما احنا شايفين في الاوبرا كان في ناس كتير من مجلس الاداره، فده في حد ذاته برضو دعم معنوي محترم جدا وبيفرق اكيد. هم دايما داعمين لينا في كل الانشطه، يعني في كل المجالات وعلى كل الاصعده هم دايما داعمين لينا وبيذللوا لنا كل العقبات، المجلس والاداره التنفيذيه. فحقيقي يعني انا بقدم لهم الشكر من خلالكم يعني. حلو قوي. ملاحظه حضرتك ان في اقبال اكتر على الكورسات اللي ليها علاقه باللغات ولا روبوتكس ولا الميوزك ولا الفنون؟ يعني انهي بند منهم لاحظت ان لا الناس مقبله عليه اكتر يمكن من الباقي؟ كل بند وليه اهتمامات الناس بتاعته. اعضاء النادي كتير جدا ما شاء الله، يعني احنا رقم ما شاء الله يعني. ف يعني شويه الاطفال الصغننين بيبقى اهاليهم حابين ان هم يبقوا يعني عندهم قوه في اللغه، فبنبص نلاقي ان هم مهتمين جدا في اقبال على اللغات. في سكشن الارت مثلا بيعملوا معانا شغل طول السنه، وفي النهايه بنعمل معارض بيجي يفتتحها عميد كليه تربيه فنيه، عميد كليه رياضه اطفال، بيجي برضو كوادر ذات ثقل يعني. وبرضو في أكاديمية الباليه عرض سوري اختبر البنات مؤخرا عشان يتصعدوا الليفل، لأن احنا عندنا نظام أكاديمي، فكل سنة لازم الولاد البنات يتصعدوا ليفل. فاللي اختبرهم كان عميد المعهد العالي للباليه دكتور عاطف عوض، وأشاد بيهم جدا وقال إن مستواهم يكاد يماثل بنات أكاديمية الفنون والمعهد العالي للباليه. طب الستيب اللي بعد كده، ليت سي مثلا انا عضوه في النادي ووديت بنتي لفريق الباليه، وبعد كده بسالكم انا مستقبل ممكن تساعدوني ان هي بقى تروح تلعب بشكل احترافي او تمارس هذه الرياضه بشكل احترافي، فهل ده كمان موجود ان انتم ممكن تساعدوا الاعضاء فيما بعد كمان هذه الخطوه؟ هو ده اوريدي حصل، لان بنات الفريق عندنا تم مشاركتهم في مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي افتتاح وختام بعد اختبارهم مع بنات المعهد العالي للباليه، وشاركوا كمان في افتتاح البطوله الافريقيه لكره الطايره رجال. واحنا بنطمح بقى ان شاء الله يعني ان هم يبقوا بيشاركوا باسم وزاره الثقافه في المهرجانات الدوليه. دي تبقى خطوه برضو حلوه جدا. ده بقى الطموح اللي عندنا حاليا، احنا خلاص عدينا مهرجانات في مصر، عايزين بقى النادي الاهلي ان شاء الله يشارك مع وزاره الثقافه ببناته ان شاء الله. يعني انتوا عموما يعني اليه العمل عندكم بتمشي ازاي؟ يعني مثلا هل في بدايه كل سنه مثلا بتقعدوا تجتمعوا وبتقرروا ان احنا على مدار السنه دي او الموسم ده انجاز التعبير يعني عايزين نشتغل على الملفات سين وصاد وعين،
ولا بتبقى بناء على اقتراحات الاعضاء وما شايفين ان في حاجه معينه قد تكون ناقصه فنشتغل عليها؟ يعني الامور بتمشي ازاي؟ هو الحمد لله احنا مش سايبين للاعضاء حاجه يشوفوا انها مش موجوده او يلاقوا انها مش موجوده. اي تفصيله صغيره خاصه بابنائهم احنا بنغطيها، فدي اللهم لك الحمد يعني، وهم بيشيدوا بيها دايما يعني ان هم مش فعلا مش بيلاقوا حاجه ناقصه جوه النادي الاهلي الا لما بتتغطى على المستوى الثقافي، المستوى الفني، المستوى العلمي. فالحمد لله هم شايفين ده ولمسينه. كويس قوي. طيب ايه تاني ممكن تحكي لنا حاجات مثلا بتتم من انشطه مختلفه؟ يعني خلينا برضو نعرف منك. احنا عندنا مثلا هرجع لكم في الاخر للحفله، لان احنا كان هدفنا برضو منها وهدف مخرجين العرض منها حاجه تثري ثقافه البنات يعني. بس خليني اقول لك الاول ان مثلا احنا بنربي في اعضاء النادي ولاد وبنات ازاي يتعاملوا باتيكيت، يعرفوا يعني ايه الاتيكيت وازاي يتصرفوا وازاي يكونوا قاعدين وسط الناس عندهم ثقه بنفسهم. كنا في المدرسه ايام زمان عندنا برضو كورسات كده كانوا بيدوها لنا، صح؟ بتفيد جدا على طبعًا بعد طبعًا, طبعًا طبعا. وعندنا برضو كورسات الارت دي، البنات مثلا اللي عايزه تدخل تعمل قدرات بتختبر قدرات في ثانويه عامه بتقدر تختبر. بنات صغيرين عندهم الموهبه بيشوفوا نتاج ده في معارض وبندخل مسابقات. قبل كده شاركنا في والولاد ما فيش ولاد وبنات. طبعا دي هي البنات الوحيده البنات حاجه واحده بس الباليه، انما الباقي كله ولاد وبنات مع بعض. بس ف يعني شاركنا قبل كده في نادي الصيد في الارت وخدنا الجائزه الكبرى. النادي الاهلي خد الجائزه الكبرى. كانت منافسات نوادي يعني، كانت منافسات دوليه كمان. حلو قوي. فاحنا واصلين لمستوى احترافي ما شاء الله في كل المجالات، عالي جدا جدا. هل في حد زينا كده يعني؟ هل لا. في حد من ده مش نوادي؟ سؤال يا بيه، ده مش سؤال بالعكس عشان حتى نبين الفرق يعني. هل في نادي تاني رياضي اجتماعي بنشوف فيه او اعضائه بيشوفوا فيه هذا الكم من الفعاليات المختلفه؟ لا. اللي بتلمس كل جوانب ومناحي الحياه بالمعنى الحرفي. تنميه الانسان، انت بتتكلم عن تنميه انسان فعلا، مش فكره بس خدمات. نقطه عايزه اقولها او اشير ليها، ان في الحفله الفصل الاولاني منها كان اسمه اوبريترا رائع الفن. السنه دي البنات سمعوا اغاني عمر ما حد في خياله في الجيل ده كان ممكن يفكر انه يسمعها، ولو لقاها هيقفلها. عبد الوهاب، سوري، عبد الوهاب، لا محرم، ورده، يعني غطينا تراث، اغنيه من التراث، يا غريبه الداري، حاجه حاجه كده اللي هو فاللي هو حاجات كده ما كانوش هيسمعوا عنها. والسنه اللي فاتت يعني او السنه اللي قبل اللي فاتت الحفله الاخيره كانت في مسرح الجلاء، اشتغلنا على اوبريت الليله الكبيره، برضه ما كانوش يعرفوا يعني ايه الليله الكبيره. الجيل ده بيسمع حاجات مختلفه خالص، فاحنا بنرجعهم لزمن يسمعوا بيه حاجات وكلاسيكيات جدا طايرين بالموضوع ده. والبنات برضه بتحس انه ذوقهم اختلف يعني، هم كمان مختلفين وسط اقرانهم اللي بره. فاحنا الحمد لله ده اللي بنشتغل عليه، تنميه الطفل، تنميه مواهبه، طفل او مراهق او شاب، ده كل اللي بيشغلنا في إدارة المكتبات والنادي الأهلي، إن إحنا دايماً نربط أعضاؤه بيه على كل الأصعدة، رياضية، ثقافية، علمية، فنية. أنا هختم حضرتك بنقطة مهمة وخدتها من كلامك لما قلتي حتى لو حد عنده 40 سنة، واحدة عندها 40 سنة وعايزة تروح تنضم لفريق باليه عندها الفرصة. الفكرة المغزى من الكلام إن it's never too late، يعني إحنا في النادي الأهلي ما عندناش قصة هنقدر حد مثلا نفسه يعمل حاجة يقول لا أصل أنت عديت السن أو حاجة، لا بالعكس يعني دايما في فرصة، دايما موجود، بس أنت خلي فيه الرغبة الحقيقية وروح. شارك معانا، شارك معانا 3 سنين أستاذ دكتور في جامعة عين شمس، كانت فوق 40 وشاركت معانا في 3 حفلات لينا، وكانت بتتعلم معانا الباليه وكانت مش بتخجل من ده. هي كانت في كلية هندسة، أستاذ دكتور في كلية هندسة جامعة القاهرة، وكنا كانت بالنسبه لنا مثل انه ايه الجرأه اللي انت فيها دي وهتشاركي كمان معانا في حفلات.
اتس نيفر تو ليت فعلا. بتجهزوا لايه بقى الفتره الجايه؟ شغالين على ايه حاليا؟ شغالين حاليا على معارض انشطه فنيه نهايه سيزون، لان احنا نهايه كل سيزون بنعمل معرض للنشاط الفني في كل فرع، فحاليا ده اللي بنجهز له. وزي ما قلت لحضرتك بيفتتحوا كوادر اكاديميه، بنجهز انه هنعمل حفله برضو صغيره لبنات الاكاديميه الباليه، نسلمهم فيها شهادات تقدير وميداليات علشان هم تصعدوا الليفل اعلى، واللي مصعد يعني اللي بيديهم التصعيد ده. حلوه دي كمان. بتعمل حفله؟ طبعا يعني اللي اشاد بتصعيدهم عميد المعهد العالي للباليه، شهاده التخرج كده. ايوه بالظبط. لان المنهج اللي بنقدمه المنهج الاكاديمي الروسي اللي بيتقدم في معهد في اكاديميه الفنون التابعه لوزاره الثقافه. دي مدرسه بتبدا من سنه رابعه ابتدائي لحد ثانويه عامه. فاحنا القائمين على العمل الفني اللي هم الاساتذه اللي انا ذكرت اسمائهم سماح وسيلي وسندي، بيقدموا لابنائنا نفس المنهج الروسي اللي بيتقدم في الاكاديميه. كويس جدا. انا بالنسبه لي يعني تمام جدا، بس بتمنى لكم التوفيق بجد. جود لك. ولو حابين احنا نبقى متواجدين معاكم في اي ايفنت برضو مهمه، وكده كده احنا متواجدين على طول. بس انا وكريم بتكلم بنفسنا، نيجي مره يساعدنا بجد، نيجي يعني نحضر اي حفله او ايفنت قريب. ده شيء يشرفنا. انا ممكن تلاقيني كمان ايه قاعد على طول مقيم في المكتب. ده تنورنا والله. على فكره كريم فعلا بيحب القرايه، دي حاجه انا عارفاها. اكيد كلنا عارفينها. ومستاء جدا يا هواند من اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، انت عندك اجيال جديده مش عارفه يعني ايه كتاب اساسا. ايوه، عشان كده يعني حاولنا حتى التدهور اللي حصل حتى في الجرايد، يعني الجرايد الورقيه اذا مقارنه بزمان للاسف تمسكي جريده تعيسه كده. انا جالي سؤال دلوقتي من كلامك على فكره. طب في اداره المكتبات ازاي ممكن فعلا تقضوا على المشكله دي؟ يعني ازاي انا ممكن اعمل فكره تخليني اقضي على قصه والاعمار المختلفه ان هم ما بقاش في قرايه زي الاول او زي زمان قوي؟ يعني علشان تقضي على ده لازم بتدخليهم في انشطه هم حابينها. بس انك تجبري حد على انه يقرا دي صعب، دي صعبه جدا. هي لازم تبقى حاجه نابعه من الداخل، ما ينفعش يعني ده بيبقى شغف وحب. فاحنا لما لقينا الموضوع كده فطورنا من اداء اداره المكتبات في انشطه كتيره جدا تربط ابناء النادي بينا. المهمه مش سهله ان انت كمان تجذبي الجيل الاحدث يعني او الاصغر سنا. يعني حتى الترويج لفكره القراءه ممكن بتحتاج مجهود كبير قوي من القائمين عليها اكتر من النشاطات. النشاطات كده كده مسوقه نفسها. هو السوشيال ميديا برضو خلت الاطفال والشباب كلهم مرتبطين ماسكين الموبايل، فاحنا بنحاول نفصلهم عنه. اقول لك على حاجه بجد استاذه ولاء، ده موضوع بقى سخيف طبعا. مش اللي هو طبعا. بقى موضوع مش لا بقى سخيف، ان احنا يعني اطفال العيله كلها ما فيش بيت اعتقد مش كده الاطفال على طول ماسكين العيال ايباد يا التليفون. بالزبط. ما بيشيلوش راسهم تقريبا منه. فموضوع مش هيلثي ابدا، مش صحي. بالزبط. تماما. يعني احنا بقى كاداره المكتبات بنحاول نقضي على الموضوع ده بان هم يرتبطوا بينا في كل الانشطه اللي ممكن تكون بتهمهم. يعني على ذكر الانشطه احنا معانا، خلينا بقى اسمح لنا بس نروح دلوقتي اللايف فيو عن احتفاليه الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، ومراسلتنا هناك هنا ابو القاسم ومعها لقاء مع مهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان. يعني هنا طبعا بصبح عليكي وصبح لنا على المهندس وليد، جدا جدا وتحياتنا ليكم وسامعينكم. اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وطبعا بصبح برضو على الأستاذة ولاء عبد الرازق ضيفتكم. يعني معايا دلوقتي زي ما انت قلتي المهندس وليد مبروك، كونه طبعا رئيس اللجنة العليا للجان. النادي الأهلي الحقيقة دايما سباق ودايما في الريادة، عشان كده النهاردة تم دعوته لاحتفال محو الأمية عفوا. في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز بقى حضرتك تكلمنا عن فعاليات اليوم. في الاول بصبح على نهاوند وكريم وصبح عليكي. طبعا احنا النهارده موجودين في الهيئه العامه لتعليم الكبار بمناسبه الاحتفال اليوم العالمي لمحو الاميه، وده بيتواكب مع حدث ثاني اهم هو فوز مصر بجائزه اليونسكو عن العام الحالي في تجربه شراكه بين جامعه عين شمس والهيئه العامه لتعليم الكبار. وطبعا يعني انا سعيد جدا ان النادي الاهلي موجود في اليوم ده. كعادة النادي الأهلي ونادي رائد في الرياضة، برضو رائد في العمل المجتمعي، وده اللي بيأكد عليه كابتن محمود الخطيب دايما تكرارا ومرارا. احنا مش نادي رياضي بس، احنا نادي رياضي واجتماعي، وده دورنا. الحمد لله احنا عملنا يعني شوط كبير في موضوع محو الأمية في النادي الأهلي، بقالنا دلوقتي 8 شهور شغالين على الملف ده.
في تقريبا 40% من العاملين اللي محتاجين يستكملوا العمليه التعليميه، مش بحب اقول محو اميتهم يعني، تقريبا امتحنوا ونتيجتهم هتطلع خلال يومين، وهم ان شاء الله نجحوا كلهم يعني معلومات من الكنترول زي ما بيقولوا، وهنحتفل بيهم ان شاء الله في خلال ايام. يعني النادي الاهلي دايما في الرياده زي ما قلت يمكن هو اول مؤسسه في مصر والشرق الاوسط تتبنى ملف محو الاميه، عايزين بقى نتكلم عن ردود الافعال. هو النادي الاهلي اول مؤسسه رياضيه في مصر والمنطقه يفتح الملف ده ويشتغل عليه، ودي عاده النادي الاهلي مش هنتكلم فيها كتير الحته دي، واتكلمنا عليها اكتر من مره. هي التجربه جت بفكره من لجنه المراه وبعض الاعضاء والعضوات في النادي، واشتغلنا عليها بقى لنا 8 شهور الحمد لله، واللي بيدرسوا زي ما احنا عارفين، ودي اهم حاجه في التجربه على فكره، هم متطوعات من اعضاء عضوات النادي الاهلي الافاضل اللي دخلوا خدوا دوره تدريبيه وبقوا معاهم شهاده معلم، هم اللي بيدوا الدروس وهم اللي فاتحين الفصول وبيسيبوا وقتهم وبيوتهم، ويعني انا بصراحه مش عارف اقول عليهم ايه، هم ابطال حقيقيين لانهم بيعملوا عمل كبير هيحس بيه اللي اتعلموا قبل اي حد تاني، وهيفضلوا طول عمرهم زي ما شفتهم بعيني وهم بيشكروهم وبيقولوا لهم انتوا عملتوا لنا حاجه هنفضل طول عمرنا فاكرينها لكم. انا بشكرهم وبشكرهم بشكرهم لان ده عمل خير قبل ما يبقى عمل مجتمعي كمان. الحمد لله، وان شاء الله تبقى تجربه ناجحه ونكملها للاخر ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت تم بالفعل شبه تخرج اول دفعه من عمال النادي الاهلي، عايزين نعرف بقى ايه اللي هو قادم في ملف محو الاميه. احنا فاضل عندنا تقريبا 150 عامل وعامله لسه هنستكمل العمليات التعليميه بتاعتهم، بنحاول جاهدين ان احنا نبتدي الشهر ده المرحله الثانيه، وبنحاول نخلص ال 150 كلهم مره واحده لو ان شاء الله. الهيئه طبعا ما بتتاخرش علينا خالص بصراحه، تعبناهم جدا الفتره دي بقياده الدكتور عاشور، كل حاجه طلبناها فيها استثناء لينا كنادي اهلي هم عملوها لنا في حدود اللوائح وفي حدود القانون طبعا ما بيسمح. المجموعه كلها مش عارف اقول اسماء طبعا لانها مجموعه كبيره جدا من كذا منطقه يعني تابعه للهيئه، كلهم تعبوا معانا ومستمرين يتعبوا معانا، ولما قلنا لهم عايزين نخلص المجموعه اللي جايه دي بدل في 4 شهور او 5 شهور نخلصها في شهرين، هم تجاوبوا معانا وقالوا لنا ان شاء الله هنقدر نعمل ده. يعني الحقيقه حاجه مشرفه جدا، ان شاء الله مزيد من التالق. ربنا يخليكي، وبسلم على نهاوند وكريم تاني، وصباح الخير عليكم جميعا. بشكر حضرتك جدا. ده كان لقائي مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان، يعني فعلا حاجه مشرفه جدا بتليق باسم النادي الاهلي كالعاده. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك جدا يا هانا على هذا اللقاء الرائع، وتحياتنا مرة تانية كابتن وليد، حقيقي يعني من الشخصيات الجميلة الأهلوية فعلا، والشغل كمان واهتمامه باللجان ملحوظ كده، مفيش لجنة فيها تقصير حقيقي. دي حقيقة، ودايما بيغطوا كل حاجة برضه، مسابقات صحيح. احنا اتشرفنا بوجود حضرتك معانا، وانتم عاملين شغل أكثر من ممتاز، وان شاء الله المزيد من النجاحات. كانت معانا الأستاذة ولاء عبد الرازق مدير إدارة المكتبات، وكمان أكاديمية الباليه بالنادي الأهلي نورتنا، ونلتقي معاك إن شاء الله على خير مرة أخرى. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم وفقرتنا الأخيرة.